اللي عندها هالات سوداء تحت العين أو بتفيق وبتلاقي وشها منتفخ، الحل اليوم بالوصفة، وصفة سحرية حتى نحن نخفف الانتفاخ والسواد تحت العين. Let's go! يسعد أوقاتكم أصدقائي الغوالي، بتمنى تكونوا بخير. اليوم رح نعمل مع بعض وصفة كتير طلبتوها مني، هي لمعالجة الانتفاخ وسواد تحت العين. يلا مع بعض نشوف المكونات وطريقة التحضير. بالبداية رح ناخد ملعقة من الفاسلين. المكونات كتير سهلة وموجودة بكل بيت. باخد ملعقة من جيل الأوليفيرا، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من جوز الهند، زيت جوز الهند، ملعقة من الفازلين، وأخيرا ملعقة من العسل. هدول هن مكوناتنا، بناخد ملعقة منهم بنخلطهم خلط جيد، ولتابعوا معي الوصفة. حطيت المكونات كلها، ملعقة ملعقة ملعقة، وهلا ببلش الخلط بشكل جيد. نشوف، لاحظوا بس نستمر بالخلط حتى نحصل على القوام المطلوب. لاحظوا كيف صار عندي القوام، امتزجت كل المواد اللي احنا حطيناها مع بعض. بنحط هذا القوام بعبوة محكمة الإغلاق وبنقدر نحتفظ فيها بجو حرارة الغرفة. أنا هلا حفظت الكريم الناتج بعبوة رح تكون محكمة الإغلاق، بنقدر نحتفظ فيه مثل ما قلنا بحرارة الجو، ورح نجربه مع بعض. رح تلاحظوا قوامه سميك. هيدا الكريم لاحظوا لما بدنا نحطه تحت العين، في عنا عضلتين، عضلة بتكون الخارجية بنحطها للداخل، أما العضلة الداخلية الفوق منها اللي تحت الجفن تماما للخارج. بنمسح في هيدا الماسك للمنطقة صباحا ومساء، وشوفوا انتو كيف رح تصير معكم النتيجة. ماسك لتخفيف الانتفاخ، بغسل المنطقة، بيعطيها الرطوبة المطلوبة، بيخف منها السواد رويدا رويدا بسبب وجود العسل. العسل هو اللي بيخفف السواد. أما المرطبات الثانية كانت كلها مرطبات مغذية للمنطقة تحت العين. شاركوا الفيديو مع رفقاتكم.